انفجارات وحرائق جديدة تستمر بضرب إيران الفترات الماضية، صعبة للغاية على إيران بمسألة الانفجارات وكذلك على مستوى الاغتيالات، ودخلنا في موجة انفجارات جديدة الآن. وهذه الانفجارات هي جاءت بهذا الشكل الذي ترونه، هنالك تداول كبير لطبيعة الانفجارات الجديدة. يوم أمس نشر هذا الانفجار لإحدى المصانع الموجودة في مدينة غورغان الموجودة طبعا شمال شرق إيران. هذا المصنع تحديدا بحسب ما تتداوله الأوساط الإيرانية تقول بأنه تابع إلى الحرس الثوري الإيراني تعرض إلى هذا الانفجار. كذلك قبل يوم واحد كان هنالك أيضا انفجار في الأحواز بالقرب من مركز الاتصالات الخاص بالمدينة، لم يصل إلى المدينة، هو في مساحة فاضية هذا الحريق، ولكن واضح بأن الهدف كان هو مركز الاتصالات. كذلك أيضا انفجارا آخر لإحدى العربات الخاصة بالباسيج أيضا بالأحواز مرة أخرى. الكثير من الأمور والأحداث تجري في الأحواز، وهذا انفجار آخر كان يوم الاثنين الماضي إلى غرب طهران في إحدى المجمعات المباني التجارية. وبحسب الاندبندنت الفارسية أكدت أن هنالك 9 ممن جرحوا بسبب هذا الانفجار الذي تلاحظونه. بالتالي هنالك ضغط عالي جدا على المواطن الإيراني، والمشكلة الحقيقية أن هذه الانفجارات تأتي متزامنة مع ارتفاع في التضخم خطير في الداخل الإيراني. إحصائيات جديدة من الأوساط الإيرانية نشرت بهذا الشكل كما تلاحظون، تتحدث عن طبيعة تضخم مستمر وارتفاع في الأسعار مستمر بالنسبة للمواطنين. أسعار المستهلك، أسعار الخدمات وأسعار الأغذية هي في ارتفاع خطير للغاية كما تلاحظون، ارتفاع هنا ارتفاع هنا. وهذه باختصار بالنسبة لهذه الإحصائيات أوصلتنا إلى حقيقة مثيرة للغاية فيما يجري على مستوى تضخم الأسعار، وكيف أن الأمور وصلت إلى غلاء خطير للغاية على الداخل الإيراني. كما نلاحظ بعد هذه الإحصائيات التي نشرت في الداخل الإيراني، وكما نلاحظ بأن هنالك هذه الإحصائية التي توضح مع هذه الإحصائيات القادمة من الداخل الإيراني، فإنها تلاحظ من المانث أون مانث إنفليشن ريت، أي بما معنى التضخم من شهر إلى آخر. وأخذت طبعا الإحصائيات منذ شهر أبريل عام 2018، أي منذ الشهر الذي انسحب به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاقية النووية وبدأ بعملية الضغط العالي والعقوبات على إيران. كما تلاحظون التضخم ارتفع انخفض بهذا الشكل، وصلنا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن طبعا، ووصلنا في عملية ارتفاع للتضخم، وبعدها عدنا بهذا الشكل مع عملية تنازلات وتفاوضات والسماح للولايات المتحدة الأمريكية لإيران في عملية تصدير النفط وبيعه إلى الصين وتغاضي النظر وغض النظر عن العديد من الأمور. ولكن بمجرد ما وصلنا إلى انسداد في الاتفاق النووي كما هو الآن، لاحظ ارتفاع التضخم الآن بهذا الشكل الخطير للغاية. هنا 22 من يونيو أي يوم أمس، هذه هي الإحصائية القادمة للتضخم الهائل الذي ضرب إيران بحسب هذه الإحصائيات. وبالتالي هذه النسبة هي الأعلى على الإطلاق حتى منذ فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وصدق أو لا تصدق بأن هذه الإحصائية أيضا هي الأعلى على مستوى مقارنة الـ point to point inflation rate، أي بما معنى هذا الشهر مقارنة بالشهر العام الماضي. مثلا من شهر يونيو كما نلاحظ هنا، هذا هو 21 من يونيو على سبيل المثال، كما نلاحظ بأن النسبة كانت في انخفاض بالنسبة للتضخم كما نلاحظ، ولكن الآن ارتفعت بشكل عال وهي على المستوى الأعلى على الإطلاق. وبالتالي نحن أمام ثورة جياع حقيقية قد تنفجر في أي لحظة. هنالك العديد من التظاهرات ولكن قد تصل إلى مراحل خطيرة إذا ما استمر الوضع عليه بهذه الطريقة. بل إن هذه الظروف وهذه الأمور التي تأتي في الداخل الإيراني هي تأتي بعد موجة من الاغتيالات الخطيرة التي طالت الحرس الثوري الإيراني ومجموعة من القيادات وكذلك العلماء على المستوى النووي وعلى المستوى الصاروخي وحتى على مستوى الطائرات المسيرة. ابتدأت من حسن صياد خدائي، هذا الرجل المهم للغاية الذي أطلقت عليه 5 رصاصات في عمق العاصمة الإيرانية طهران وأمام منزله في 22 من مايو، وبعدها جاءت الاغتيالات سريعة إلى كل هؤلاء العلماء والقيادات والضباط الموجودة في الحرس الثوري الإيراني. هذه المسألة وبعد 30 يوما من عمليات الاغتيال التي شهدناها المتكررة، وصلنا حتى 5 من يونيو كانت الاغتيالات الغامضة تأتي بهذا الشكل. وصلنا إلى قضية خطيرة جدا وتغييرات كبيرة اليوم قد جرت على مستوى استخبارات الحرس الثوري الإيراني، تحدثت عنها بشكل رسمي وكالة تسنيم التي ترونها بهذا الشكل، وكذلك وكالة رويترز والتلفزيون الإيراني الرسمي، أكد التغيير أعلى هرم
وأكبر هرم وأهم وأعلى الهرم الموجود في استخبارات الحرس الثورية الإيراني، وهو رئيس استخبارات الحرس الثورية الإيراني طبعا هو الذي تم استبعاده. هذا هو المتحدث باسم الحرس الثورية الإيراني رمضان شريف، هو الذي تحدث عن التفاصيل وما جرى، وأكد بأن الأوامر كانت قادمة من حسين سلامي وهو القائد العام للحرس الثورية الإيراني. هذا الرجل اللواء حسين سلامي هو الذي اتخذ قرارا باستبعاد هذا الرجل، وهو حسين طائب رئيس استخبارات الحرس الثورية الإيراني استبعده تماما وجعله مستشارا له، مستشار للقائد العام للحرس الثورية الإيراني بكل تأكيد، واستبدله طبعا بمحمد كاظمي الذي ترونه هنا. وبالتالي هذا يوضح بأن عمليات الاغتيال التي تحدثنا عنها كذلك مع الأنباء القادمة من إيران بأنهم ضبطوا عددا من شبكات الموساد الإسرائيلي بأنها كانت تقوم بعمليات في الداخل الإيراني قد تكون هي السبب الأكبر في التغييرات التي نراها، وتوضح طبيعة الاختيال الاختراق الكبير الجاري في الداخل الإيراني. وبالتالي هنا واضح جدا بأن إيران هي تحت ضغط كبير، تضخم، انفجارات، اغتيالات، تغييرات على مستوى الاستخبارات في الحرس الثورية الإيراني، ولكن هنالك سؤال كبير في داخل وفي أعماق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. هذه الاختلافات، هنالك اختلاف وهنالك فريقين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يطرحون سؤالا، ما الذي تريده إيران؟ هل إيران متوجهة إلى القنبلة النووية أم إنها تريد فعلا الاتفاق في ظل هذه الظروف التي تجري بهذا الاتجاه؟ وهذه جاءت بتفاصيل من CNN الأمريكية التي تحدثت عن الفريقين طبعا المختلفين في الرأي تماما في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. الفريق الأول هو يعتقد بشكل واضح بأن إيران تضيف في أجهزة الطرد المركزية من نوع IR-6 وتخصب اليورانيوم بمستوى عالي من أجل الحصول على تنازلات ومن أجل تخفيف الضغوط والعقوبات المفروضة عليها قدر الإمكان لكي تعود إلى الاتفاق النووي، وبالتالي هي لا تهدف للوصول، وبالنسبة لإيران لا تهدف للوصول إلى القنبلة النووية. هذه كلها ضغوط إيرانية لا أكثر ولا أقل فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزية. ولكن الفريق الثاني في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد تماماً بأن إيران ذاهبة إلى القنبلة النووية، وأن إيران اختلفت الأمور عما كانت عليه في فترة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، كانت في أمس الحاجة للاتفاق، الآن هي ليست في أمس الحاجة للاتفاق أبدا بسبب أن الصادرات النفطية الإيرانية تزداد والصين تشتري أكثر. وإبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني افتخر بهذا الأمر، البنك المركزي الإيراني تحدث عن المبيعات النفطية التي تزداد شيئا فشيئا مع الأشهر. ويعتقد هذا الفريق أيضا بأن إيران وصلت بالفعل إلى المستوى الذي وصلت إليه روسيا وكوريا الشمالية قبل أن تصبح هاتين الدولتين إلى دولتين طبعا نوويتين، خاصة أن إيران تأكدت تماما ومتأكدة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تغزو إيران إذا ما إيران وصلت إلى القنبلة النووية. على هذا الأساس هذا الفريق يعتقد بأنه هو الفريق الذي هو يعتبر على حق في هذه المسألة. ولكن هنالك تطور مثير أيضا للغاية، هو يأتي من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي كان في طهران، وهو التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبشكل مفاجئ أكد وزير الخارجية الروسي بأن روسيا مع إيران في العودة للاتفاقية النووية. وقد تكون هذه القضية مثيرة، خاصة وأن روسيا قد تكون مسألة العودة للاتفاق النووي ستسمح للطاقة الإيرانية أن تذهب إلى العالم وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ستشعر روسيا بضغط عال للغاية في هذه المسألة. ولكن قد نكون هنا أمام تصريح إعلامي لا أكثر ولا أقل، وإن خاصة أن روسيا الآن تريد ضغط أكبر، تريد الضغط على بايدن، تريد من بايدن أن يفشل في إيران، تريد من بايدن أن يفشل في المملكة العربية السعودية في زيارته القادمة من أجل إفشال مسائل الطاقة التي يبحث عنها، خاصة وأنهم يحققون الكثير من التقدم في الداخل الأوكراني بالنسبة للقوات الروسية هنا. كما تلاحظون هذه هي شرق أوكرانيا، وهذه هي الحدود الإدارية لإقليم دونباس، وهذه هي الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك، ولازلنا أمام تقدم هائل جدا يأتي باتجاهين هذه المرة على سيفيرودونيتسك. هذه هي طبعا شرق أوكرانيا كما تلاحظون. دعونا نقترب من هذه المنطقة لنرى ما الذي جرى في 24 ساعة الماضية، يوما بعد يوم بالساعات التقدم بالنسبة للقوات الروسية. وبالتالي إذا ما توقفنا هنا بالنسبة لروسيا ولماذا مسألة
الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مهمة بالنسبة إليهم. هنا لتشانسك باللون الأصفر طبعا هي مناطق سيطرة القوات الأوكرانية، هنا طبعا ما تبقى من السيطرة بالنسبة للقوات الأوكرانية في سيفيرودونيتسك، وكذلك هنالك تحرك في بريفوسكي بهذا الاتجاه، وكذلك فورونوفا أيضا بالنسبة للقوات الأوكرانية كانت تسيطر، هنالك أكشن يجري في تلك المنطقة وكذلك في هذه المنطقة الأخرى التي سنلاحظها وسنركز عليها. القوات الروسية بمجرد ما سيطرت على تويشكيفكا هنا هي تقدمت إلى منطقة ميرنا وسيطرت عليها، وتقدمت بعد ذلك مباشرة إلى بيدلسني وسيطرت عليها كذلك، وأيضا تقدمت إلى هذه المنطقة التي ترونها وهي بيلا غورا بهذا الاتجاه، وهي في مرحلة اشتباكات مع القوات الأوكرانية طبعا في هذه المنطقة، خاصة وأن القوات الأوكرانية تعلم بأن هذه المنطقة ستكون خطيرة عليهم، وبالتالي بالنسبة للقوات الأوكرانية لا زالت في عملية حرب عصابات وحرب بشوارع تجري في هذه المنطقة بكل تأكيد، التي تأتي محاذية إلى هذا النهر المهم جدا وهو نهر سيفريسكي دونتس الذي ترونه بكل تأكيد. فبالنسبة للقوات الروسية الآن الذي قامت به في 24 ساعة الماضية هي تقدمت إلى مدينة فورونوفا وسيطرت عليها، وتقدمت إلى بريفوسكي بهذا الاتجاه وهي في عملية اشتباكات مستمرة مع القوات الأوكرانية، والواضح تماما بأنها تريد أن تقوم بمحاصرة وإغلاق المنطقة الشرقية وما تبقى منها من سيفيرودونيتسك بعد اختراقها لهذه المدينة، ولم يتبقى إلا القليل من سيطرة القوات الأوكرانية. بل أيضا بالنسبة للقوات الروسية هي تبحث عن عملية السيطرة على كامل شرق نهر سيفريسكي دونتس كما هو واضح، وكذلك هي بدأت تضغط في الساعات الأخيرة على هذه المدينة وهي فوكويارنيفكا بهذا الاتجاه، بدأوا بالضغط على هذه المدينة بشكل عال، والواضح بأنهم يريدون عملية التطويق والتضييق على لتشانسك التي تتعرض إلى قصف من العديد من المدن كما تلاحظون بهذا الشكل. بل إن بالنسبة للقوات الروسية الآن بدأت بقصف إحدى المعامل الموجودة والقريبة من بيدلسني طبعا بكل تأكيد، هنالك إحدى المعامل التي تأتي بهذا الاتجاه التي لا زالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية، طبعا هم بدأوا بالضغط عليها وبدأوا بالقصف بتعريض هذه المنطقة لقصف عال، لأن هذه المنطقة ستكون استراتيجية بالنسبة إليهم إذا ما سيطروا عليها. كانت هنالك لقطات لهذا المصنع الذي ضرب بعنف بالنسبة للقوات الروسية، على الأقل من اللقطات التي نشرت اليوم من هذه الضربات. قبل أن نذهب إلى هذه الضربات لنلاحظ هذه الأعمدة لهذا المصنع كما تلاحظون، هذا هو العمود الأول، هذا هو الثاني، وهذا هو الثالث، ويأتي مبنى متقدم، وهذه العلامات كافية بالنسبة إلينا لمعرفة أين يقع هذا المصنع بكل تأكيد. لاحظ طبيعة القصف والضربات الروسية على ما تبقى من القوات الأوكرانية، والقوات الأوكرانية متحصنة في هذا المصنع المهم للغاية، هو يتعرض إلى الضرب وقد تكون الساعات القادمة حاسمة بالنسبة لهذا المصنع. إذا ما توجهنا وعدنا إلى القمر الصناعي لنتأكد من تفاصيل هذا المصنع الذي نتحدث عنه وأهميته، وكيف أنه سيعتبر نقطة مهمة جدا بالاقتراب من هذا المصنع الذي ترونه الذي أشرنا إليه، بالاقتراب أكثر أيضا وبأخذ العلامات التي طبعا ركزنا عليها وأخذنا علاماتها بكل تأكيد. سنرى بأننا أمام أعمدة هذا المصعد، هذا هو العمود الأول، وهذا هو الثاني، وهذا هو الثالث، وهذا هو المبنى المتقدم الذي رأيناه بكل تأكيد. وبالتالي دعونا نبتعد بالقمر الصناعي قليلا مع التأكد بأن هذا المصنع فعلا مع هذه العلامات هو المصنع الذي يتعرض إلى القصف بكل تأكيد. فهذا يعني باختصار شديد جدا أن القوات الروسية هي تبحث عن عملية تضييق وإغلاق هذه المنطقة تماما بعد أن وصلت. هذه طبعا كما تحدثنا منطقة سيفيرودونيتسك التي تحدثنا عنها بكل تأكيد، وبالتالي هي تبحث بالضغط على هذه المنطقة وهي بيلا غورا، تبحث عن إغلاق لتشانسك بهذا الاتجاه، وتبحث عن الوصول إلى هذا المصنع الذي تحدثنا عنه بهذا الاتجاه، وبالتالي هي تريد إغلاق المنطقة وتصبح على مسافة ما يقارب الأقل من 5 كيلومترات حتى 3 كيلومترات لكي تصل وتحاصر لتشانسك بكل تأكيد مع الإطباق على هذه المنطقة بهذا الشكل. وبالتالي هنالك أيضا منطقة مثيرة جدا قد انسحبت منها القوات الأوكرانية بشكل مفاجئ، وهي مدينة زولوت. اليوم الأنباء كبيرة جدا عن هذه المدينة التي هي محاصرة من جميع الاتجاهات طبعا من القوات الروسية، وسبق للقوات الروسية أن حاولت أن تقتحم هذه المنطقة، وصلوا إلى مناطق قريبة جدا منها. اليوم بالنسبة للأنباء التي جاءت أكدت بأن القوات الأوكرانية انسحبت من هذه المنطقة، وبالتالي الساعات القادمة سيكون فيها
إعلان مهم جدا للقوات الروسية بالسيطرة على زولوت، وبالتالي هذا سيعني إذا ما سيطرت القوات الروسية ستغلق هذه المنطقة، ستستمر بالتقدم بهذا الاتجاه، وهذا يعني أن الساعات القادمة صعبة للغاية. ولذلك اليوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طالب وبسرعة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بإرسال الأسلحة الثقيلة بأسرع وقت ممكن، لأنهم يخسرون خسائرا فادحة.